نعود أيضا إلى المواضيع الإعلامية. في سؤال وصل أيضا على موضوع إيقاف بعض البرامج. هناك حلقات يظهر لها بروموشن أو إعلان ثم تقف فجأة. قصة الإيقاف لهذه الحلقات تختلف. بعض الحلقات توقف بسبب مثلا حادث معين. يعني أذكر حلقة أوقفت لأنه حصل حادث معين اللي هو حادث غزة. لما هوجمت غزة ليس من المنطق أبدا أن تقدم حلقة مثلا عن مثلا عن التأمينات الاجتماعية ولا حلقة عن الطب ولا حلقة أو مناسب. فيكون الإيقاف لهذا لأنك لابد أن تعايش الحدث مثل حدث الأسبوع الماضي لابد أن تعايشه فأوقفت حلقة لهذا الحدث. أحيانا يكون خارج عن إرادتي أو عن يكون أمر الإدارة في القناة إدارة يعني. القناة ولها الحق أن تغير، لها رؤية لها سقف معين. طيب.